هنروح لفقرة السوشيال ميديا. محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي علق على خبر نجاح العملية الجراحية اللي أجراها كابتن محمود الخطيب وكتب على الفيسبوك: الحمد لله إن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لنا قريب أفضل وأقوى من الأول. كمان نشرت صفحات شركة بريزنتيشن سبورتس على الانستغرام صورة الكابتن بيبو، كتبت مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس برئاسة الأستاذ محمد كامل والمدير التنفيذي عمرو وهبي والعاملين بالشركة بيتمنوا الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس المجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من رموز الكرة المصرية عبر التاريخ، داعينا له بالشفاء العاجل وأن يعود سالما معافى بإذن الله. كمان نشر عمرو السولية لاعب الأهلي برضو صورة الكابتن بيبو على الانستغرام وكتب الدعاء: اللهم رب الناس اذهب وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي وادي دجلة على تويتر صورة كابتن محمود الخطيب وكتبت مجلس إدارة نادي وادي دجلة والأجهزة الفنية والإدارية بيتمنوا الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب واحد من رموز الكرة المصرية وأسطورتها ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل. كمان كتبت الصفحة الرسمية لشركة استادات على تويتر: شركة استادات تتمنى الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى. كمان كتب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني على تويتر: ألف سلامة على كابتن محمود الخطيب، أتمنى ليه الشفاء العاجل إن شاء الله. نشر كابتن زكريا ناصف صورة لكابتن محمود الخطيب على تويتر وكتب: الحمد لله على سلامتك يا بيبو، يا رب أدعوك بالشفاء لمرضانا. كمان نشر كابتن فكري صالح صورة مع كابتن بيبو على تويتر وكتب: يا حنان يا منان، أنت الشافي العافي وأنت أرحم الراحمين. وأرياد شيتوس نشر برضو صورة لكابتن بيبو على انستغرام وكتب: سلامتك يا أسطورة الكورة المصرية. حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومنتخبنا الوطني كتب على تويتر: ألف سلام عليك يا كابتن محمود الخطيب، ربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله وأتمنى الشفاء العاجل بإذن الله. كتب السيناريست محمد العدل على تويتر: نؤمن إن الله سيردك إلينا سالما معافى بإذنه ومشيئته، جماهيرك ومحبيك في انتظارك، خد بالك من صحتك بقى. طبعا النهاردة الأمة الإسلامية أكيد كلها بتحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على صفحته على تويتر: الخلق العظيم عنوان العفو، رمز الرحمة، إمام المرسلين، أعظم الخالدين صلى الله عليه وسلم، أعاد الله علينا ذكرى مولده ونحن جميعا بكل خير. نشر أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني صورة على الانستغرام من مستشفى بعد ما تعرض طبعا الإصابة وكتب: لحظات صعبة ولكني سأستمر في التقدم للأمام، شكرا على رسائلكم جميعا، يا رب إن شاء الله تقوم بالسلامة. كمان نشر الاسباني ديفيد سيلفا لاعب المان سيتي صوره على تويتر من المباراه الاخيره للماتادور قدام البوسنه الوديه واللي بتعتبر اخر مباراه لي مع المنتخب بعد اعلان واعتزاله اللعب الدولي، وكتب: شكرا جزيلا للاتحاد الاسباني لكره القدم على تقديم اليوم امام جماهير، اتمنى ليكم المزيد من النجاح في المستقبل القريب. كمان نشر السويسري شيردون شاكيري لاعب ليفربول الانجليزي صوره على تويتر من مباراه منتخب بلاده الاخيره مع بلجيكا في دوري الامم الاوروبيه واللي انتهت بفوز سويسرا 5-2 وتاهلهم للمربع الذهبي، كتب شاكيري: المربع الذهبي ها نحن قادمون، فخور بهذا الفريق. كمان نشر ديفيد فيا لاعب نيويورك سيتي على تويتر صورة لي وكتب: بعد أخذ بضعة أيام للتفكير أردت الاعتذار لجميع المشجعين لعدم تحقيق هدفنا هذا الموسم، وأود أن أشكركم على الدعم غير المشروط الذي قدمتموه لنا، لقد كنتم مرة أخرى حجر الزاوية في نادينا. كمان نشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لطفل من مشجعين ريفر بلايت الأرجنتيني وكتبت: انتشرت صورة للطفل رينزو 6 سنين مشجع ريفر بلايت وهو بيعرض ألعابه للبيع لجمع 8 تذكرة لحضور نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز في الموني مونتل. رابطة مشجعي الريفر علمت بالأمر فقامت بتوفير التذكرتين للمباراة لي ولوالدته وتحملت تكاليف سفرهم من مدينة أنتريبياس لبوينس آيرس. كمان نشرت صفحة 433 على الانستغرام فيديو وعلقت: هل ترى أنه يجب إعادة ضربة الجزاء تلك؟
تعالوا نشوف الضربه دي، ضربه الجزاء دي، بنرجع تاني.